Via İstanbul Real Estate, gayrimenkul sektörünün kalbi İstanbul'da faaliyetlerine devam ediyor. 2013 yılından bu yana gayrimenkul danışmanlığı alanında faaliyet gösteren firma, ağırlıklı olarak Suriyeli yatırımcılarla çalışmaktadır. Biz de firma sahibi İhsan Tümeh'ten gayrimenkul sektöründeki çalışmaları hakkında bilgiler alıyoruz. Allah bismillahirrahmanirrahim. Ateyna ala Türkiye bizim Allah jina 2013. سنة 2013 جينا على تركيا وفتنا بمجال الاستثمار العقاري فتحنا شركة بلشنا بالتسويق العقاري. نحن نعتمد بموضوع بيع العقارات والتسويق العقاري هي الثقة. لماذا يختارنا المستثمر؟ لوجود الثقة، لأننا نعمل على بناء الثقة الجيدة بيننا وبين العميل. Firma, gayrimenkul sektöründe kendilerini ispatlamış büyük firmalarla iş ortaklığı yaparak yatırımcılarına kaliteli projeler sunuyor. نحن نتعامل مع شركات جيدة وكبيرة طبعاً ونتعاقد معها طبعاً ونتعامل معهم. نحن نعمل مع الشركات لها اسم قديم في السوق وليس لها يعني نعتمد على الأسماء الكبيرة يعني نوعاً ما. Firma başta Suriye olmak üzere Irak, Katar, Suudi Arabistan ve Filistin'den birçok yatırımcıya gayrimenkul sektöründe hizmet sunuyor. نحن غالبا بالبدايه كنا نتعامل مع السوريين بصوره خاصه، السوريين المقيمين في مصر، السوريين المقيمين في السعوديه، السوريين المقيمين في دول الخليج بصوره عامه. ويوجد عندنا بعض المشتريين من العراق ومن السعوديه ومن فلسطين ومن قطر. İhsan Tümeh programımız aracılığıyla yatırımcıları Türkiye'ye davet ediyor. طبعاً نحن طبعاً نقول للزبائن يعني تركيا هي بلد سياحي، بلد اقتصادي، بلد له استثمارات ناجحة بإذن الله. أما الاستثمار في تركيا نحن ننصح الجميع بأن يستثمر في تركيا لأن تركيا بلد جميلة يعني. İhsan Tümeh, bazı bürokratik işlemlerin hızlandırıldığı takdirde ülkeye daha fazla yatırımcı çekebileceklerini ifade ediyor. نحن يعني يهمنا اقتصاد البلد ويهمنا السياحة في البلد ويهمنا الازدهار في هذا البلد. نحن نوجه رسالة سيد رجب طيب أردوغان أن تكون المعاملات أسهل بكثير. الحكومة تعمل ولكن بشكل بطيء. المفروض أن تكون في حركة أسرع. لحتى نحن نقدر نعمل شيء للبلد. البلد جميلة، البلد اقتصادها مزدهر، البلد غدا أجمل بإذن الله. İhsan Tümeh konuşmasının sonunda kendilerini tercih edecek yatırımcılara programımız aracılığıyla şu mesajları veriyor. نحن عملنا هنا بشركة فيا إسطنبول. نأتي من العميل من المطار. المطار يبعد هنا عن مكتبنا 5 دقائق تقريبا، قريب من المطار أتاتورك. مكتبنا في مول أوف إسطنبول. نأتي بالعميل إلى هنا ونسعى معه إلى اختياره المناسب ونقوم معه لآخر طريق، يعني لأن يحصل على الطابو وأن يحصل على المفتاح.